صباح الخير يا مولاتي، مش كيف الحال؟ الحمد لله تمام. شوفي حبيبتي، لازم الحاجات تتهوى والله، يعني تفتحي أدراجك تطلعي اللي فيها، تفتحي دولابك تطلعي اللي فيها، خلاص. وهوي بقى، هوي هوي، لأنه الصيف دخل خلاص. كم بقى ما حينفع والله. وبعدين لما تفتحي الملفات بقى، افتحي الملفات وهويها برضو. ناو في حاجات حتلاقيها ما صارت تتلبس، ما صرت تستخدميها، right؟ ناو اللي ما صرت تستخدميه شوفي له عازبة، يعني لا ترجعيه تاني في الدولاب، يعني يا تستخدمي يا يعني المهم انك ايه، you have to release، لازم الحاجات تتهوى. تصدقيني ما ينفع الكمكمة دي، اللي هو الحاجة اللي ما بتستخدم طاقة سلبية. ايوه، يعني لازم اللي يدخل لازم يخرج، اللي حصل اتسجل عندك تمام، رايت. خرجي بقى، لا تسيبيه في على الرف، لا استخدميه، او يعني يا مسهل، فاهمه كيف؟ لانه ما يجوز الكلام ده ابدا ابدا. الكمكمة ما مو كويس. يعني تعرفي لما تروحي الحمام صح، بتفضي الحاجة اللي اكلتيها شربتيها صح، نفس الشيء. شفت الحاجة عجبتك اشتريتيها تمام، حطيتيها في الدولاب تمام، مر عليها زمن وهي لسه في الدولاب، لا استخدمتيها ولا اي شيء، فاهم؟ هي بس عجبتك فحبيتي تتملكيها تمام. سبتيها بقى في الدولاب، في الدرج، في الملف، في المدري شو، يعني هوي هوي يا مهوي، فاهمة كيف؟ ناو افرديهم كل الحاجات، افرديها كده وحطيها على المكشوف، خلي الشمس تدخل عليها، الهواء هويها، يعني فاهمه كيف؟ وبعدين اذا لقيتي انه لسه تبغيها او لسه تبغي تستخدميها او لها عازة عندك، استخدميها على طول في حينها، فاهمه كيف؟ otherwise please يعني بخ بقى، يعني نفسي اقول لك انه بخ خالص. مش صباح الخير يا مولاتي حبيبي، انت